أهلا بكم معنا في هذه الحلقة من برنامج صحتكم أمانة. معروف أن ممارسة الرياضة بشكل يومي لها فوائد كثيرة لصحة الإنسان، لأنها تعمل على تنشيط الدورة الدموية والخلايا، وبالتالي حماية الجسم من الأمراض. واليوم بنتحدث عن أهمية التمارين الرياضية للمرأة، وبنتعرف على التمارين المخصصة للنساء فقط، وكيف تنعكس ممارسة التمارين الرياضية على الحياة اليومية للمرأة. مرحب بضيفتنا الكريمة الكابتن مريم الزعابي، مدربة اللياقة البدنية. نرحب فيك كابتن. حياك الله دكتور، أنا جدا سعيدة بتواجدي معاكم اليوم، ونشكر جميع القائمين على هذا البرنامج اللامع في سماء الصحة. الله يعطيك الصحة والعافية كابتن. أنت بالعكس، نحن لنا لازم نشكرك، لأنك جيتي، وطبعا مشكلة المواصلات حليتيها، لأنك تبغين تفيدين المجتمع. صحيح. وجودك اليوم بالعكس، نحن نشكرك على تواجدك معنا. نبغي انت ياسة تدعمين البرنامج، وتبغين توصلين كل المعلومات اللي هي تفيد، طبعا نحن خلنا نقول النساء او المرأة، النساء بشكل عام. طبعا موضوع التمارين الرياضية، نحن عادة المتعارف عليه سابقا ان الرجال هو يظهر ويلعب رياضة، لكن المسألة مش منحصرة في الرجل فقط انه يظهر ويلعب رياضة. صحيح. اليوم نحن نقول حق المرأة لازم تتحركين وتلعبين رياضة. اذا تكلمنا عن الرياضة، هل الرياضة مختلفة عند الرجال عن الحريم النساء أو لا، أو نفس الشيء؟ طبعا نحن نبغي نقول في البداية، مثل ما تفضلت، اليوم المرأة أصبحت نصف المجتمع، والرياضة لم تقتصر فقط على عنصر الرجال، ولم تقتصر على عنصر محدد من فئة المجتمع، وذلك لأن الرياضة أصبحت يعني من الأساسيات، وخاصة في الزمن الحالي، وليس من الكماليات، خصوصا أنها تلعب على الصحة. مثل ما تفضل دكتور، يمكن في الأونة اللي فاتت كان الخروج مقتصر على الرجل، وكانت المرأة تمارس أعمالها داخل المنزل إن صح القول. في الزمن الحالي أصبحت ممارسة الأنشطة البدنية لعنصر السيدات يعتبر أمر ضروري ولازم، وذلك لأنها تأمل على صحتها بالدرجة الأولى. فلذلك نحن نشجع اليوم على ممارسة الأنشطة الرياضية بالنسبة للسيدات. واليوم في زمننا الحالي نحن ما نقدر نقول أن في رياضة مقتصرة على عنصر السيدات فقط. اليوم المرأة أصبحت طيار، المرأة أصبحت قائد، المرأة أصبحت تدخل في العديد من البطولات، وهذا ما ينادي فيه شيوخنا الكرام، تميز المرأة ووصولها إلى رقم واحد. زين، اليوم إذا نحن نتكلم، لأن نحن لما نتكلم عن المجتمع، المجتمع هو مجتمع تكاملي. صحيح. ودائما لما نتكلم عن دور الرجل ودور المرأة، نحن نعني بالدور التكامل، لأن صح المرأة هي نصف المجتمع، ولكن وجودها، تربيتها للأطفال، وجود مهم جدا، وهي تربي كذلك الرجال، لأن هي اللي تربي الأطفال، هي تربي الأولاد، هي اللي تشرف عليهم، وجودها جدا ضروري. فنحن مطلب رئيسي أن نوجهها كيف تهتم في صحتها، كيف تراعي صحتها، لأن مثل ما ذكرنا أن التمارين الرياضية لها أثر على جسدها، على نفسيتها، على تفكيرها، على مقاومة الأمراض. اليوم إذا نحن لما نوجهها نقولها نزيل، شو الأشياء اللي هي بتناسبها؟ إذا تكلمنا نحن في مجتمع، مثلا مجتمعنا في ظل عاداتنا، في ظل تقاليدنا، نبغي المرأة هذه تكون نشيطة جدا في المجتمع، ومحافظة على نفسها، ومحافظة على جسدها، أساس ما تتعرض لأمراض مستقبلية. صحيح. كيف ممكن نوجهها كابتن؟ طيب، أول شيء نحن نقول القناعة بممارسة النشاط البدني. اليوم عندنا مفهوم خاطئ، احنا لازم نفرق دكتور ما بين النشاط البدني وما بين التمرين الرياضي. النشاط البدني الحركة الاعتيادية اللي يمارسها أي شخص، داخل المنزل أو خارج المنزل، إذا بنخص وبنتكلم عن شريحة السيدات. لكن ممارسة النشاط البدني هذه عبارة عن جلسة تدريبية فيها جولات وفيها تكرارات، بنوصل للهدف اللي أنت تكلمت عليه، اللي هو زيادة تدفق الدم والدورة الدموية والبعد عن الأمراض. اليوم المراكز الرياضية موجودة، فاتحة ذراعيها لعنصر الشباب ولعنصر السيدات. جميل جدا لو المرأة تخصص لنفسها على الأقل 3 أيام في الأسبوع تمارس فيه تمرين رياضي وليس نشاط بدني. لأن اللي حاصل تقول لك أنا أشتغل في البيت، خلاص ما في داعي أروح مركز رياضي، الشغل اللي في البيت ما راح يوصل معدل ضربات القلب فوق 90، بالتالي ما راح يصير فيه تجديد للدورة الدموية، ما راح يكون هناك درع واقي ضد الإصابات. لذلك أنا أنصح كل السيدات باختيار رقم واحد، اختيار نوع اللعبة التدريبية اللي تتناسب معها. ممكن تقولي دكتور كيف كابتن، حاولي تفسري. اليوم عندنا بعض السيدات لما يدخلون المراكز الرياضية لابد أن احنا نسألهم عن هدفهم التدريبي. أنت اليوم تفضلتي دخلتي للمركز الرياضي، وطبعا هذا السؤال ما يسأله إلا المدرب الفاهم، لأن بعض المراكز الرياضية يدخل لك المشترك يقول لك أنا ما عارف شو أسوي،
أنا أسوي مثل اللي يسوي زميلي. نعم. فهي تحدد يا أنا داخلة علشان لياقة عامة، يا أنا داخلة علشان أتعالج إصابة. اليوم مثل ما قلت الموضوع تكاملي، معظم الأطباء ينصحون بممارسة الأنشطة البدنية. إذا أنا ما عندي إصابة فهي راح تأهلني أني أنا أكون بعيد عن الإصابات، وإذا أنا عندي إصابة لابد أن المركز الرياضي واللعب الرياضي والتمرين الرياضي اللي يتناسب مع إصابتي يكون دور علاجي مكمل. زين، أنا شيء واحد الحين اللي لاحظته في النساء أو في السيدات. نعم. طبعا معظم السيدات يوم يصير أن النادي الرياضي أهم شيء عندنا الوزن. صحيح. فتلاحظ تلاحظ عنده مثلا ابى انزل وزني، ابى انزل وزني، ابى انزل وزني، تشترك في جيم معين وعجوله. صحيح. تبغي النتيجه تكون سريعه جدا. في يوم ما تحصل النتيجه تمل تنسحب. صحيح. تروح تحاول، ساعات يكون نوع من الانتقام، تي تاكل زياده على اساس تزيد وزنها. بالضبط. وعقب تشوف مثلا دعايه ثانيه عن مركز ثاني، تروح تشارك في المركز الثاني وهلم جرى تدخل في هاي الدوامه. صحيح. طبعا على أساس أن نحن نقيها من الوقوع في الدوامة هذه، وإذا داشة مثلا لمسألة الوزن، لمسألة الصحة العامة، لازم نوجهها بطريقة صحيحة. نعم. في انتقاء الرياضة هي اللي تناسبها، في انتقاء طبعا المجهود البدني اللي يناسبها، لأن حتى جسد المرأة مختلف جدا عن الهيكل اللي موجود عن الرجل، مختلف. صح. فهي طاقتها مختلفة، توزيع العضلات، توزيع الأمور، قوة العضلات، أشياء هاي مختلفة في الرجل عن المرأة. صحيح. فكيف التوجيه يتم كذا؟ صحيح. مثل ما تفضلت، المفروض يعني هذه نصيحة عبر قناتكم وعبر هذا البرنامج الناجح، أن أي سيدة أو فتاة تفكر أنها تلتحق بمركز رياضي، ومثل ما تفضلت أنا عندي هدف نزول وزن، أو عندي هدف لياقة، أو عندي هدف تنشيف، أو عندي هدف علاج إصابة، لابد أنها من تدخل المركز الرياضي أول ما تسأل عن المدرب وتشرح هدفها التدريبي. إذا كان المدرب فاهم عليها راح يحطي لها خطة تدريبية، ولازم تكون على يقين معدل النزول إلى فترات معينة وإلى قياس معين. ودائما نحط في بالنا نحن كعنصر سيدات، النزول السريع ممكن يتحقق، ولكن ممكن يكون نزول عضل وهذا غير مطلوب. نعم. يعني الرقم هذا على الميزان نحن لازم نغير فيه ثقافة السيدات. أنا لما أوقف على الميزان وأنا متبعة نظام رياضي ولقيت الوزن زاد، هذا مو معناته أني أنا زدت، هذا احتمال كبير أو 90% أن العضل خذ مكان الدهن. نزول الوزن بالسرعة الكبيرة ممكن يكون هبوط عضل ونزول سوائل من الجسم محتسسة، وهذا ما يعنيني أنا كسيدة. فنحن نبغي نرفع الثقافة العامة، فإذا لابد أن السيدة تشرح هدفها التدريبي وتأخذ خطة وقتية تدريبية بنوع التدريب المناسب لها، مثل ما تفضلت تشكيلة العضل، جسم السيدة، شكل الدهون مختلف تماما عن الرجل، حتى توزيع الدهون في الجسم. الرجل عموما معدل نزوله أسرع من السيدة. صح. يعني بس يفكر أنه يسوي رياضة. ولابد أن نحن نقول اليوم ما فكر بس في نزول الوزن دكتور، نحن اليوم من بعد الجائحة، وأنا دائما أستدل بكلامك، الشخص الرياضي معدل الإصابة عنده ممكن يكون 4 من بين 1000 شخص، وكذلك سرعة التشافي. اليوم الفترة الأخيرة لما صارت الجائحة لقينا الناس طوابير في الصيدليات يبحثون عن فيتامينات، عن أدوية معينة لرفع المناعة. إذا بنتكلم عن السيدات مشروبات معينة، المناعة ما تتكون في يوم، أنت المفروض تسوي استثمار في الصحة، لياقة. تشتغل لصحتك. ليش؟ لأن صحتك الفيدباك هذا راح يطلع شوي جدام. نعم. فدائما نحن نقول الشخص الرياضي متكلم عن السيدة، أول شيء تبدو أصغر عمرا، الوزن المثالي ساعدها على الحركة بخفة. نعم. يعني عدة أمور راح تقيها من المستقبل، أنه بعض الأمراض اللي ممكن يصابون فيها السيدات أسرع من الرجال. وفي مختلف الفئات العمرية مثل ما تفضلت الكابتن مريم، يجب أن تحافظ المرأة على ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي، لأن فوائدها كبيرة جدا، ولأنها تلعب دور كبير في الوقاية من المشاكل سواء الجسدية أو النفسية اللي ممكن تتعرض لها المرأة. وفي العرض التالي بنعرف لكم طبعا مجموعة من فوائد الرياضة للمرأة، تابعوا معنا.
كابتن مريم، رجعنا نحن مرة ثانية موضوع الفئات العمرية المختلفة. طبعا كل رياضة بتناسب فئة معينة، فئة عمرية معينة. نعم. إذا تكلمنا عن الرياضات المناسبة للفئات هاي كيف ممكن تفيدينا؟ طبعا الفئات العمرية مثل ما قلت مختلفة، يعني لما تي وحدة تبغي تدخل مركز رياضي ونقول عمرها فوق ال 18 بتختلف 380 درجة عن السيدة اللي مثلا بدت في الخمسين أو السيدة اللي فوق ال 55. وفعلا ترى هذا حاصل الحين ومن واقع أنا أكلمك عليه. الفئات العمرية مختلفة، الوعي الصحي أصبح منتشر ولله الحمد، فنحن المفروض نشتغل على جميع الفئات. فما ينفع أنا أبتدي مع متدربة أول مرة تدخل مركز رياضي وأعطيها جدول تدريبي هارد يختلف عن المتدربة اللي أساساً لياقتها عالية وممكن تأخذ جدول تدريبي متكامل. والموضوع مرتبط مع بعضه، مثلاً أما أنت قلت في بعض السيدات يدخلون مركز رياضي يكون عندها هدف نزول الوزن وما تلقى مدرب جيد وتأخذ جدول تدريبي ما يتناسب مع قدراتها كوم إنها هي مبتدأ، فتلاقيها تفل من هذا المركز وتبحث عن مركز ثاني. والأتى والأمر لو صارت ردة فعل في ناس تقول أنا كرهت الرياضة. كرهت الرياضة، نعم. وهذه الكلمة نحن ما نبغي نسمعها، لأن الرياضة لو اختيرت بطريقة صحيحة وفق مبادئ درسنا عليها نحن كمدربين أكاديميين مؤسسين ومهنيين لما سمعنا هذه الكلمة، بالعكس لأصبحت عشق وأصبحت أساسيات سلوب حياة. وليس بالضبط مثل ما أنا عندي وجبة، مثلا وجبة الفطور، وجبة الغداء، العشاء، عندي وجبة أساسي. الرياضة، نعم صحيح. الوجبة هذه بعد لازم نتناولها بطريقة صحيحة بحيث أن الوجبات هذه ما تضرنا، بالضبط تفيدنا، بالضبط. زين تفضلي. فالاختلاف نحن نقول لما أشوف نفسي أنا داخل مركز رياضي أول مرة لابد أن يكون عندي جدول تدريبي، يوم تدريب ويوم راحة معروف. ما أنا أدخل في مركز رياضي وأقعد أهلك نفسي وأنا عندي هدف وبوصل له. وعلى هذا الطاري الناس اللي تشوفنا وزنها ما نزل، دائما نحن عندنا عنصر السيدات أنا دخلت مركز رياضي اليوم خلاص أنا ببتدي دايت من اليوم. طبعا غلط. دخول النشاط البدني على الجسم لوحده يعتبر صدمة، بيبتدي الجسم يتجاوب معه معدل نزول. نحن ضد الرجيمات، نحن مع الأنظمة الصحية اللي تكون وفق اختصاصي تغذية، ما تتبع هالمرأة أو السيدة مجرد أني أنا أفتح النت أو أشوف رفيشتي شو سوت وأنا أتبع مثلها، ما يتناسب معي ممكن ما يتناسب زين معك زين. وكذلك بالنسبة للتدريبات زين يعني. الحين نحن طبعا قلنا أن الوزن مش مؤشر صحيح، لازم في مؤشرات ثانية هي اللي تبين لي أن بالفعل أنا استفدت من الرياضة الفلانية. أهم شيء المقاس، المقاسات بالنسبة للسيدات، المقاسات تلعب دور. عذرا نحن كسيدات نمر خلال فترة الشهر بعدة تغيرات هرمونية، فإذا أنا بوقف على الوزن أحيانا ممكن الوزن يزيد عندي 3 كيلو مع أني أنا منتظمة في النشاط البدني ومنتظمة في الغذاء الصحي، في تغييرات هرمونية ممكن تصعد وتنزل. إذن المرأة المقياس الأول مقاسات الجسم، لأن هذه اللي تلعب دور، ومؤشرات في أماكن معينة مثل فات البطن وغيرها، لكن ما يمنعني أنا أحقق نزول وزن ونزول مقاس. ولكن نحن نقول اللي أخذتيه في 3 سنوات لا تتوقعين تحطي له هدف غير واقعي ينزل خلال شهر بعدها تقولين دروب ما راح أسوي. ومن ضمن الكلام أو من ضمن اللقاءات اللي أنا سويتها كنا نتكلم عن الهدف الرياضي. اليوم حتى الرياضة دكتور تحتاج وضع هدف، أنا أضع هدف وخطة أني أنا راح أنزل 6 كيلو خلال مثلا 3 شهور، لكن نزول مع شد مع نظام صحي تغذوي. الأمور العشوائية هذه والأهداف الغير مدروسة المفروض نبعث عنها. زين في موضوع مهم جدا، طبعا حديث شيق وأبغى أسألك وايد، موضوع السوشيال ميديا ويب منتجات من السوشيال ميديا على أساس أني أنا بضعف. نعم. طبعا نحن مقتنعين 100% ما في حاجة بالراحة أن أنا يالس مكاني وبضعف نفسي وأنا يالس. إذا أنا بضعف نفسي وأنا يالس معناتها شيء مضر بالنسبة لي أنا. هي نعم. فالمبدأ حتى المكملات الغذائية والأمور هذه هل هي صحية في يعني في مفهوم الرياضة ولا الأشياء هاي لازم نبتعد عنها؟ دكتور علي يعني منو اللي ينجرف وراء الفكرة؟ الشخص اللي ما عنده قناعة بذاته بالدرجة الأولى. نعم. أنا لما أشوف مثل ما تفضل في السوشيال ميديا أن أنت راح تنزل 20 كيلو في شهر، هل يعقل؟ طيب شو اللي هذا؟ شو اللي بينزل 20 كيلو؟ بتنزل فيتامينات من الجسم، معادن. نعم. ممكن أنت تدخل في حالات إغماء. المكملات الغذائية اللي قلت عليها، وعلى هذا الطاري الصيدلاني لا يتهم. صيدلاني أنا لما أدخل عليه وأقول له أنا شعري يتساقط وأنا أظافري تعبانة وأنا مثلا أكل وايد ممكن يعطيني بناء على كلامي، لكن الفيصل شو؟ الفحوصات المخبرية واختصاصي التغذية والمدرب الرياضي، هذه السيركر أو هذه الحلقة هي اللي تخليك أنت تمشي وفق أسس مدروسة. صح. أنزل ببطء وأضمن أن عدد الكيلوات ما تمر. ومثل ما تفضلت
هذا الشيء مني بالراحة. إذا أنا بأحس بمتعة الرياضة، أبغي أبعد عن الأمراض، لازم أشتغل على الجسد صح. اليوم خلنا الطبخة، إذا بنتكلم عن السيدات، ما في طبخة تصير بروحه، أنت لازم توقفها لو 10 دقائق صح. عشان صح. تطلعها بالطريقة اللي تبغى. فما بالك البدي، هذا في أعضاء حشوية داخلية أنت المفروض تشتغل عليها، هذه ما راح يطلع أثرها إلا وقت الأزمات. شرات يعني عفوا، إذا بنتكلم عن عنصر السيدات، ممكن عندي رفيجة ما شفتها من فترة وما تلعب رياضة، أتفاجأ، وهذا يحصل بين مجالسنا نحن كسيدات، تقولها شفتي فلانة يعني وايد مبين عليها الكبر، تعالي العكس، الثانية مهتمة في نفسها، وأنا أتكلم عن الرياضة لأن الرياضة اليوم تلعب حتى على الأدمة، نعم. حتى على الجلد، حتى على البشرة. لما تعمق في هذا الموضوع يأيدني 100%، يقولها ما شاء الله مو مبين عليك عمرك، فهذا أول إفكت يعني تأخذ السيدة لصالحها. والترهل كيف تتجنب؟ اللي تبى تلعب الرياضه وما يصير عندها نزول مفاجئ والترهل، الموضوع مرتبط في بعضه. انا لما اتبع انظمه تغذويه غير سليمه، اطلعها من السوشيال ميديا او اخذ برنامج خاص بزميلتي وابتدي انزل بدون ممارسه اي نشاط بدني، هذا الجلد راح يترهل. اذا انا عالجت مشكله، دخلت في مشكله ثانيه. لذلك انا قلت الموضوع عمليه تكامليه، المدرب الرياضي، النظام الصحي، انا بكون في نزول وفي شد، وما راح يبين علي أي مشكلة ممكن تطلع لي من اتباع الأنظمة الغير صحية. ولأن الرياضة مهمة للسيدات في جميع المراحل العمرية، لازم نتعرف على أهم الرياضات اللي ممكن النساء يمارسوها بعيدا عن الرياضات العنيفة اللي ممكن يعتبرها البعض لا تتناسب مع طبيعة المرأة. تابعوا معنا العرض التالي. كابتن مريم، قلت لي عن القاعدة الذهبية في الرياضة، شو هي القاعدة الذهبية؟ طبعا دكتور علي، القاعدة الذهبية هذه دائما أنا أنادي فيها في البرامج الإذاعية المرئية المسموعة والمقالات المكتوبة، وما تقتصر فقط على السيدات، تقتصر على الجميع. طيب القاعدة الذهبية شو تقول؟ شرب كميات كافية من المياه في اليوم والليلة، خاصة أن جسم الإنسان يتكون من 75% من الماء. نعم. النوم ليلا لمدة 7 ساعات، ونبطل سالفة السهر لأن هناك هرمونات هامة لا تعمل إلا وقت الليل، ومن ضمنها هرمون الحرق. نعم. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أقلها 3 أيام في الأسبوع، كل ذلك وأكثر يساوي درع واقي ضد الإصابات وحياة خالية من الأمراض بإذن الله تعالى. كابتن مريم، نصيحة أخيرة من كابتن مريم، طبعا معلومات جدا قيمة أعطيتيها وتفيد السيدات. نعم. فنبغي نصيحة ذهبية منك، مثل ما قلنا نحن قاعدة ذهبية، نبغي نصيحة ذهبية اليوم. يعني النصيحة الذهبية اللي أقدر أقدمها من خلال قناتكم الموقرة، نحن نقول اليوم كل شخص فينا مسؤول عن نفسه، وكل فرد في المجتمع مطلوب منه أن يرد جزء من الجميل اللي وفرت لنا اياه الدولة من خلال اهتمامه بصحته. إذا أنا اليوم اهتميت بصحتي، وحضرتك اهتميت بصحتك، وهي استهمت بصحتها، والطفل اهتم بصحته من خلال الأم، إذا أصبحت إنتاجية
في دولة الإمارات العربية المتحدة الحبيبة، وهذا اللي احنا نسعى له. بنعيش في صحة وسعادة. بالضبط. نعم. ونحن نعم. مجتمع يعني بيكون مجتمع خالي من المرض. مجتمع خالي من المرض نقدر نخدم ونرد الجميل لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الاهتمام بصحتنا. شكرا جزيلا كابتن، شكرا جزيلا طبعا إلى جميع السيدات. نحن لاحظنا الكابتن مريم هي ذكرت أن الرياضة جدا مهمة للمرأة على أساس أنها تحافظ على صحتها وتحافظ على نشاطها اليومي وتحافظ على طبعا شكلها وعلى العمر، بحيث أن بالفعل الرياضة تساعدها أن شكلها يكون أصغر. فبالتالي الرياضة مش مقتصرة فقط على الرجال، حتى على السيدات. ومن برنامجكم صحتكم أمانة نتمنى لكم كل توفيق، وتابعونا في الحلقات القادمة، وشكرا.